بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 71. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذه الحلقة 72 من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا وسهلا ومرحبا بمعالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. نستأنف ما توقفنا عنده في باب صفة الصلاة، قال رحمه الله تعالى: وعن عقبة بن عامر أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة، وفي لفظ الترمذي بالمعوذتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذا الحديث أنه يضاف إلى الأذكار الماضية أنه يقرأ بالمعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، في دبر كل صلاة، لتكون وردا له في يومه وليلته. نعم. وله عنه مرفوعا: ما سأل سائل بمثلهما، ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما. نعم، ما سأل سائل يعني سأل الله سبحانه وتعالى بمثلهما، لأن فيهما الدعاء وفيهما الاستعاذة، وهي سؤال من الله جل وعلا أن يعيده وأن يحفظه بما ذكره الله في هذه السورتين: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، وقل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس. والوسواس هو الشيطان الخناس، لأنه إذا ذكرت الله انخنس وتأخر، وإذا غفلت عن ذكر الله فإنه يوسوس لك. فتحافظ على قراءة هاتين السورتين في بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب، فالله يعيذك بهما من هذا العدو اللدود. نعم. وعن أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين إنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. تعوذ من الجان يعني الشياطين، سميت بالجان لأنها مجتنة لا نراها، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فهم يرون ولا فهم يروننا ولا نراهم، فيكون شرهم أشد إذا كنا لا نراهم فنتخذ الحيطات منهم، فيكون خطرهم علينا أشد. لكن حصننا الله بهاتين السورتين والمعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وفي فيهما الاستعاذة من الجان ومن عين الإنسان في قوله: ومن شر حاسد إذا حسد، لأن الإصابة بالعين من الحسد. نعم. وفي البخاري أن سعدا كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر.
نعم، كان سعد، لعله سعد بن أبي وقاص، أنه كان يعلم بنيه هذه الكلمات. نعم. اللهم إني أعوذ بك من البخل. أعوذ بك من البخل، والبخل آفة وعيب في الإنسان، أن يبخل بماله عن الصدقة وعن الإحسان. البخل آفة خطيرة على الإنسان، ولهذا استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، والله توعد الذين يبخلون بأموالهم ولا ينفقون منها ولا يتصدقون، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. فالبخل آفة عظيمة، استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بالاستعاذة منه من البخل. وأعوذ بك من الجبن. وأعوذ بك من الجبن، والجبن ضد الشجاعة. الجبن الذي الإنسان الذي يجبن عن الجهاد في سبيل الله، وعن كلمة الحق، وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيجبن ولا يستعيذ بالله من هذه الخصلة الذميمة. نعم. وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر. وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، يعني الهرم والشيب طول العمر والخرف، كما قال سبحانه وتعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. فيرد إلى أرذل العمر، يكون كالصبي، يكون كبير السن في آخر حياته كالصبي الذي في بداية عمره لا يعرف شيئا. نعم. وأعوذ بك من فتنة الدنيا. فتنة الدنيا، فتنة المال، فتنة الجاه، فتنة الامتحان، والفتنة هي الابتلاء والامتحان. فالإنسان يبتلى إما بالمال، وإما بالجاه، وإما بالأمور الأخرى، ليظهر طاعته لله وبذله لله، ويظهر أيضا جبنه وعدم نفعه لنفسه ونفعه للناس. نعم. وأعوذ بك من عذاب القبر. أعوذ بك من عذاب القبر. عذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة، فهو حق، ولا ينكره إلا المبتدعة والمعتزلة. والقبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة بالله من أربع في آخر كل صلاة: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذه الأربع. وعذاب القبر كما في قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قالوا إن، أو قيل إن العذاب الأدنى هو عذاب القبر. نعم. مع ما ثبت في السنة في الأحاديث الصحيحة من حصول أو وجود عذاب القبر. نعم. وللنسائي عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. من الكفر بالله عز وجل، والكفر ضد الإيمان. من الكفر والفقر، والفقر وهو ضد الغنى، لأن الفقر يحصل به مضرة على الإنسان، لا يتصدق، لا ينفق، لا، وربما
يرتكب المحرمات كالسرقة وغصب المال وظلم الناس، يترتب عليه مضار كثيرة. نعم، والفقر، عذاب القبر. والثالثة عذاب القبر، هذا من أدلة ثبوت عذاب القبر. نعم. ولأحمد عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أسألك علما نافعا، لأن العلم إذا لم يحصل فيه نفع فوجوده كعدمه، بل ربما يكون وجوده حجة على صاحبه يوم القيامة، لأنه يسأل عن علمه يوم القيامة، يسأل عن علمه ما عمل به. فليس العلم لمجرد أن يخزن في الصدور، بل العلم يبذل، والعلم يعمل به، والعلم يهتدى به. وأما من عنده علم ولا يعمل به فهذا من أول المعذبين يوم القيامة، كما قال الشاعر: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. فيبدأ بالعلماء الذين لا يعملون يوم القيامة بالعذاب والمساءلة، فيقولون فيقول يستغربون هذا، ويقولون: يبدأ لنا قبل عبدة الأوثان، فيقال لهم: ليس من يعلم كمن لا يعلم. نعم. ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ورزقا طيبا يعني حلالا، الرزق الطيب حلالا ومستلذا أيضا، رزقكم من الطيبات. نعم. وعملا متقبلا. وعملا يعني متقبل، عملا صالحا، لأن الله لا يتقبل إلا من المتقين، كما قال جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين. نعم. ولمسلم عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا، حسنا أي طلوعا حسنا مرتفعة. نعم، هذا فيه فضيلة الجلوس في مصلاه بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، يذكر الله عز وجل أو يقرأ القرآن. نعم. وله عن سعد: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام. نعم، هذا فيه فضيلة البقاء، بقاء المسلم في مصلاه صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما في ذلك من الأجر العظيم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في الدعاء. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في مكة في صلاته ويجهر، كان المشركون يتسمعون إليه، فالله جل وعلا قال: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. فلا يجهر بها القراءة، والمراد بصلاتك هنا القراءة، قراءة القرآن في الصلاة، وقراءة القرآن تسمى صلاة. ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك في الصلاة، ولا تخافت بها تسر بها، وابتغي بين ذلك أي بين الجهر والإسراء سبيلا أي طريقا. نعم. وفي حديث أبي: رحمة الله علينا وعلى موسى، لولا أنه عجل لرأى العجب. قال: وكان إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدأ بنفسه: رحمة الله علينا وعلى أخي كذا. كان صلى الله عليه وسلم يذكر قصص الأنبياء ويذكر قصص الأنبياء للعبرة والاتعاظ والقدوة، الاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله، يعني الأنبياء، فبهداهم اقتده.
الاقتداء بالأنبياء سعادة وخير، وكان صلى الله عليه وسلم يذكرهم. نعم. وللترمذي بسند صحيح كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه. نعم، فهذا فيه مشروعية الدعاء للآخرين، وأن يبدأ الداعي بنفسه ثم يدعو للآخرين. نعم. ولمسلم عن أم الدرداء مرفوعة: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. بظهر الغيب يعني وهو غائب، فيدعو لأخيه المسلم الغائب بالخير، والله جل وعلا يعطيه مثل ما يعطي المدعو له، يعطي الداعي من الخير والأجر مثل ما يعطي المدعو له. نعم. وله في حديث المقداد أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم أطعمني اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. نعم، هذا فيه أن من ناله خير من أخيه من طعام أو ماء أو شراب أنه يدعو له مكافأة له: اللهم أطعم من أطعمني، اللهم اسقي من سقاني، فيدعو لمن أحسن إليه بالإطعام أو بالسقيا. ومثل ذلك كل إحسان ينالك من أخيك فإنك تدعو له. نعم. وفي السنن أنه سمع عليا يدعو فقال: علي عم، فإن فضل الخصوص على العموم كفضل السماء على الأرض. عم يعني عم في دعائك ولا تخص به نفسك، فادعوا لنفسك وادعوا لإخوانك المسلمين، فإن هذا أفضل من كون الإنسان يخص نفسه بالدعاء. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وضعف مثوبتكم. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا الدرس من دروس شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نلتقي وإياكم في الدرس القادم إن شاء الله وأنتم على خير، والسلام عليكم.